وصلنا معاكم للحظة الأخيرة بعد رحلة في عوالم العلوم والتكنولوجيا، أو بالأصح بعد رحلة إلى المستقبل. حاولنا فيها أن نكتشف إلى أين تتجه البشرية وكيف سيبدو المستقبل. في 50 سنة الأخيرة قطع الإنسان أشواط طويلة جداً في اكتشاف الكون ومحاولة فك بعض أسراره من الانفجار العظيم وحتى التعديل الجيني. وصرنا نعرف إلى حد بعيد كيف نشأ الكون المرئي، وكيف تشكلت المجرات والنجوم والكواكب، وكيف نشأت الأرض وظهر الإنسان. كل هذا بسبب الأبحاث والتجارب. في برنامج لحظة استعرضنا نظريات علمية واختراعات تقنية وهندسية غيرت تماما مفاهيمنا عن الحياة والكون، وحاولنا أن نفهم العلوم أو الساينس خلف أشياء، أشياء ما كنا نتصور أنها لها جانب علمي، مثل الحب تذكرون، والتأمل، والأحلام وغيرها. من كان يعتقد أن هناك تفسير علمي للحب؟ كل شيء في الحياة اليوم تقريبا نقدر أن نفهمه من خلال الجوانب العلمية، بس كيف قدرنا نوصل لهذه المرحلة الجميلة والمتقدمة من الإنسانية؟ من خلال التساؤل وتشغيل العقل. في هذه الحلقة بنتكلم شوي عن بعض المستجدات العلمية والتقنية اللي صارت من يوم صورنا الحلقات وحتى اليوم، وهي تراها أسابيع قليلة، لكن العلوم في تجدد متسارع جداً. وأحياناً أشعر بصراحة بأن برنامج مثل هذا لازم يكون بشكل أسبوعي مش سنوي فقط. على العموم خلونا نشوف. تذكرون في حلقة الهندسة الجينية لما تكلمنا عن نجاح الأطباء في تعديل جينات الطفلة إيما اللي صابها سرطان وبعدين تخلصت منه؟ طيب، قبل أيام نجح الأطباء في مركز اسمه Comprehensive Neuro AIDS Center في جامعة تمبل، نجحوا في القضاء على فيروس الإيدز في بعض فئران المختبر. تصوروا، عن طريق الهندسة الجينية وبالتحديد باستخدام كريسبر اللي ذكرناه في الحلقة. هالتجربة تكلم عنها الدكتور كامل خليلي اللي يعمل في هالمركز مع مجموعة أخرى من الخبراء الآخرين. ولكن التجربة بعدها في داخل المختبر، بس لما بتخرج للعلن بتغير عالم الطب إلى الأبد. كل ما أقرأ خبر أو إنجاز في هذا المجال أدركت لماذا تم اختيار تقنية كريسبر كأهم إنجاز في عام 2015، لأن هالتقنية يعني باستخدامها بنوصل ليوم بتنتهي فيه كل الأدوية وكل الأمراض، وسيتم القضاء على أي مرض بالتعديل الجيني فقط. في حلقة الطاقة البديلة قلنا أن ألمانيا أنتجت 95% من حاجتها من الطاقة في أحد الأيام عن طريق طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقبل أسابيع وفي أحد الأيام، كان يوم جمعة وبالتحديد الساعة 3 فجراً، كانت رياح شديدة، فأنتجت الدنمارك 140% من حاجتها من الطاقة عن طريق الرياح فقط. تصوروا، مش فقط هذا، بل قامت الدنمارك ببيع الفائض على ألمانيا والسويد والنرويج. طبعاً هالنسب من الإنتاج تصير ليوم أو لي يعني كم من يوم. أما البرتغال فأنتجت 100% من حاجتها من الطاقة لأربعة أيام متواصلة من مصادر بديلة كالرياح، طاقة شمسية، وطاقة المياه، والحرارة الجوفية في الأرض، والوقود الحيوي اللي يسمونه بايوفيول اللي ينتج من خلال عمليات تحليل للنباتات مثل الذرة والفاصوليا، وأيضاً من الحيوانات الميتة. كل هذه تعتبر مصادر نظيفة للطاقة. ليش نقول الكلام هذا كله؟ الطاقة البديلة ما عادت نظريات أو محاولات، بل صارت واقع نعيشه، وإن شاء الله بتساهم مدينة مصدر في أبوظبي ومشاريعها العملاقة في الإمارات، بتساهم قريباً في تزويد الدولة بالطاقة البديلة والنظيفة في السنوات القادمة. تذكرون لما قلنا في حلقة الطباعة ثلاثية الأبعاد أن أحد المباني في دبي سيطبع قريباً، بيطبع طباعة بالـ 3D Printing؟ خلنا نسير ونشوف المكان. هذا هو مكتب المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، اللي طبع تماماً في طابعة في يومين فقط وركب في 17 يوم. كل جدرانه مصنوعة من نوع خاص من المواد اللي توضع في طابعة ثم تقوم بطباعته على هيئة قطع، وبعدين يتم شحن القطع لموقع البناء حتى يتم تركيبها.
وكذلك أطلقت دبي استراتيجية للطباعة ثلاثية الأبعاد لتصبح 25% من مباني دبي مطبوعة في عام 2030. الشيء الجميل هو أن طباعة أي مبنى بتقنية 3D Printing بتستغرق فقط 10% من وقت بناء نفس المبنى لو بني بالطريقة التقليدية. في حلقة ناسا تكلمنا عن الإمكانيات الهائلة لهالمؤسسة العملاقة وكيف استفدنا بشكل مباشر من تجاربهم وأبحاثهم. الدريل هذا يسمونه كوردلس دريل، يعني ما في كورد، ما في هذا الواير. هذا الدريل قامت شركة بلاك أند دكر في الستينات بتصنيعه لناسا لما أطلقت ناسا برنامج جيميناي اللي ذكرناه في الحلقة. والسؤال هو ليش؟ تصوروا يوم بيطلعوا رواد الفضاء من المركبة الفضائية لإجراء عمليات صيانة خارج المركبة، كيف بيستخدمون الدريل وفيه واير لين داخل المركبة؟ ما يصير، فلذلك اخترعوا لهم هذا الجهاز علشان يحلوا لهم هذه المشكلة. شيء آخر، اخترعت ناسا نوع من المواد السائلة القريبة في تركيبتها من الألماس لحماية الواجهة الأمامية لخوذة رواد الفضاء، لأن خدش صغير في هالخوذة قد يودي بحياتهم. هذه المواد تستخدم اليوم لحماية عدسات النظارات الطبية. هل سمعتوا عن مسبار الأمل اللي بينطلق من الإمارات؟ هذا بيكون أول مسبار عربي يصل للمريخ. يعمل الخبراء الآن في مركز محمد بن راشد للفضاء على تصنيع المسبار اللي بينطلق للمريخ في يوليو 2020، وسيصل إلى مدار الكوكب في الربع الأول من عام 2021. والسؤال هو شو بيفرق هذا المسبار العربي عن كل المركبات والمسابير الأخرى اللي بتوصل للمريخ؟ تخيلوا اليوم لو ما عندنا أقمار اصطناعية تدور حول الأرض علشان تفحص الجو، كيف بنقدر نعيش وإحنا ما نعرف متى بيتشكل إعصار أو متى بيكون في زلزال أو متى بينزل مطر أو غيرها من تفاصيل الطقس؟ مسبار الأمل بتكون مهمته هي فحص الغلاف الجوي للمريخ في محاولة لمعرفة أسرار هذا الكوكب اللي يعتقد أنه كان في يوم من الأيام مثل كوكب الأرض، لكن شيء صار وغيره تماماً. الصورة الشاملة هذه لغلاف المريخ اللي بيظل المسبار يدرسها لأربع سنوات بتخلي البشرية تفهم هذا الكوكب أكثر، وبتساعد الإنسان أن يستقر في يوم من الأيام على هذا الكوكب. هالمعلومات اللي بتجمع بتكون متاحة لكل المؤسسات في العالم عشان يستفيدوا منها في أبحاثهم ومشاريعهم. العالم العربي فيه الكثير من المؤسسات العلمية اللي تشجع وتتبنى مشاريع علمية وتقنية، كمؤسسة الكويت التقدم العلمي، هالمؤسسة العريقة اللي قدمت الكثير من المشاريع والخدمات للعالم العربي منذ سنوات طويلة. في مجلة اسمها ساينتفك أمريكان، هالمجلة تعد من أعرق المجلات العلمية في العالم، عمرها 170 سنة. النسخة العربية تصدرها المؤسسة من هالمجلة منذ عدة أعوام. هذه خدمة جليلة تقدمها المؤسسة لكل العرب وفي كل مكان. الشيء الآخر، أطلقت المؤسسة مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع لرعاية الموهوبين والمتميزين. في هذا المركز عندهم مختبر اسمه مختبر التصنيع Fabrication Lab أو Fab Lab، يقدمون من خلاله دورات للشباب والأطفال في عدة مجالات كالرياضيات وصناعة الروبوت. تعرفون شو يعني أن ينشأ جيل متخصص في هذه المجالات الحيوية؟ من زمان كنا ندرس الرياضيات والفيزياء في المدرسة لكن ما نعرف كيف نطبقها، ولكن من خلال هذه المبادرات بينشأ جيل يعرف كيف يستخدم العلوم والمعارف للمشاركة في الصناعات العالمية المستقبلية كالروبوت وغيره. في السعودية هناك مدينة اسمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. في هالمدينة هناك الكثير من المراكز والمبادرات الخلاقة والمبشرة بالخير، منها المركز الوطني لبحوث التقنيات المتناهية الصغر نانو تكنولوجي. تذكرون في حلقة الذكاء الاصطناعي لما تكلمنا عن الرقاقات الذكية متناهية الصغر، مع تطور تقنية نانو تكنولوجي بتصير السوبر كمبيوترز الخارقة بتصير بحجم رأس الدبوس، وعلى مستوى جسم الإنسان العلماء بيقدرون في يوم من الأيام باستخدام هذه التقنية أنهم يغيرون الأنسجة في داخل أجسامنا بأنسجة جديدة.
وبيحطون رقاقات لا ترى بالعين المجردة في داخل القلب للناس اللي عندهم مشاكل في تنظيم دقات قلوبهم، واختراعات كثيرة جدا غيرها. في هذا المركز في السعودية يعكف المختصون والشباب والفتيات يعكفون على عمل مئات البحوث والدراسات لتطوير تقنية النانو تكنولوجي. ليش؟ علشان يطورون مختلف القطاعات الصناعية والبيولوجية وغيرها بالتعاون مع IBM وبعض الجامعات الأمريكية العريقة. من هذه الدراسات هي بحثهم في مدى إمكانية امتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج من الوقود، تصوروا، وتحويل الغاز إلى وقود، وكيف يمكن استغلال الطاقة الشمسية بطريقة مثلى. بالمناسبة في هالمدينة يصدرون النسخة العربية من المجلة العلمية المعتبرة جدا Nature Journal. هذه الجهود تصب كلها لصالح الارتقاء بالعقل العربي. المشاريع هذه اللي ذكرناها وغيرها كثير ما ذكرناها يقوم عليها شباب وفتيات عرب أبناء العالم العربي، يعني عالمنا هذا فيه يعني الكثير من الخير وفيه طاقات شبابية رائعة، لكن نحتاج إلى وقت عشان نشوف النتائج. وتقع الحكومات المسؤولية الكبرى للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية وخلق بيئة محفزة حق أبناء البلد، وهذا ما قامت به حكومة الإمارات لما أنشأت صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ICT Fund، اللي يعتبر أحد أكبر الصناديق أو الحاضنات في المنطقة لتشجيع مراكز وبرامج البحث والتطوير. الحكومات يا جماعة لما تستثمر في هالمؤسسات المستقبلية فإنها في الحقيقة تستثمر في المستقبل وتصنع أمة عظيمة. لو قلت الواحد أو واحدة منكم قبل 10 سنوات لو قلت لكم تخصصوا في الفيزياء أو في علوم الفضاء أو في علوم الطاقة النووية بيكون سؤالكم شو الفايدة وش بقى نشتغل لما بنتخرج؟ صح، بس اليوم تغير الوضع تماماً. عندنا طلبة يدرسون الطاقة النووية وعلوم الفضاء والفيزياء والكيمياء والجينات وغيرها، هالتخصصات خريجينها بيكونون هم اللي بيقودون المستقبل في المنطقة والعالم كله. ليش؟ لأن العالم اللي نعرفه اليوم تغير تماماً، والأفكار القديمة اللي في العقول انهارت وقامت مكانها أفكار جديدة نحتاج أن نفهمها ونتعامل معها بأدوات العصر وتقنياته. وفي الختام أتمنى أنكم استفدتوا من برنامج لحظة، وأوعدكم بألا ننقطع عنكم طوال العام، فهذه خطوة أولى في مسيرة طويلة إن شاء الله بنرحل بكم فيها في الكثير من البرامج الوثائقية والعلمية اللي بنقدمها عبر هذه الشاشة، لنكتشف ونفهم وننبهر ونتعلم. فالمستقبل سيكون ملكا لمن يعرف كثيرا ويطور ويخترع أكثر. وكل عام وانت بخير. We'll be right back.